السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام، متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى الشرح طريقة حساب لا تي في آ أو الضريبة في اللي تجينا في فاتورة الغاز، يعني باش نديروا الفرق ما بين 9% و 19%. كاين بزاف يبعثوا لي يوميا يعني عندهم مشكل في حساب هذا لا تي في آ، ما على بالهمش كيفاش يحسبوها. كاين يعني بزاف الناس يقول لك يعني 9% بلوس، ومن بعد ثم بعد ذلك يعاودوا له 19%. اذا في هذه الحلقه نوضحوا جميع هذه الاشياء. اذا بدون اطاله يعني قبل ما نبداو الحلقه تاعنا تاع اليوم، ارجو منكم التوجه الى زر الاشتراك اسفل الفيديو، اشترك في القناه اذا كنت غير مشترك، كذلك وضع كبسه الاعجاب على الفيديو، وساعدونا على نشر هذا الفيديو لكي يعني يستفدوا اللي يحتاجوا هذا الفيديو. اذا بدون اطاله نبداو في طريقه يعني حساب هذه المبلغ تاع لا تي في آ 19% و 9%. اذا كما راكم تشوفوا لهنا، اول شيء يعني هما يجمعوا لا بروميير ترونش الى دوزيام ترونش في الكهرباء، اذا هذه هي الشطر الاول والشطر الثاني في الكهرباء، ويجمعوا الشطر الاول والشطر الثاني في الغاز كما راكم تشوفوا لهنا. كما لهنا لقاو 635.42، هادو يحسبوهم 9%، اما الباقي يعني يحسبوهم 19%. اذا اول شيء نشوفوا كيفاش لقاو 744.70. اذا كما راكم تشوفوا لهنا عندنا بيان الجديد ناقص بيان القديم، نلقاو يعني لا ديفيرونس، نلقاو 401 يعني كيلوواتور، يعني استهلكنا 401 كيلووات. اذا من 401 هادو ينقصوا 125 الاولين يحسبوهم ب 1 دينار فاصل 77، 125 الثانيين يحسبوهم يعني 4.17، ثم الباقي يبقاونا 151 يحسبوهم ب 4.81. اذا دخلت في لاكاتريام ترونش يعني اذا وصلت 750 يعني تدخل في لاكاتريام ترونش ايضا، يعني يطلع البري تاع هذا لينيتي. اذا نحسبوا 125 زائد 125 زائد 151، نلقاو 401 اللي لقيناهم لهنا. اذا الان تفهمنا كيفاش يعني قرنا بيان الجديد وبيان القديم، ثم لقينا لا ديفيرونس. كي لقينا لا ديفيرونس اذا وزعناهم حسب يعني يعني لا ترونش، يعني الشطر الاول الشطر الثاني والشطر الثالث. اذا قلت لكم اذا ديباسينا ب 750 ندخلوا في الشطر الرابع. اذا الان نحسبوا كيفاش لقاو 744.70، ثم بعد ذلك نشوفوا كيفاش طريقة. إذا عندنا 125 الأولين نضربوهم على 1.77 87، إذا لقينا 222، نكتبوا 222.33، 222.33، إذا .33 75 لهنا، اسمحوا لي .75. إذا نحسبوا الشطر رقم 2 اللي هي 125 ثانيين، نحسبوا بمبلغ 4 فاصل اسمحوا لي نضربوهم على 4.17 89، اذا لقينا 522.36. نضيفوا له القيمه تاع الشطر الاول باش نشوفوا، اذا 222.33 75، اذا لقينا 744.7 كما راكم تشوفوا. اذا هذه هي طريقه حساب يعني القيمه اللي نحسبوهم 9%، هذه فيما يخص 9%. اذا في الغاز ايضا كيف كيف، اذا نجمعوا الشطر الاول بهذا المبلغ مع الشطر الثاني بهذا المبلغ، نلقاو 685. اذا نجمعوا الشطر الاول والشطر الثاني تاع الغاز، مبلغ يعني الشطر الاول الشطر الثاني تاع الكهرباء، ثم بعد ذلك نجمعوا الشطر الاول والشطر الثاني تاع الغاز، اذا نلقاو هذه المبالغ. اذا في الغاز عفوا في الكهرباء لقينا 744.70، نضيف له 600 تاع يعني تاع الغاز اللي هي 635.42، 635.42، نلقاو 138. اذا نضيفوا يعني لا ريدوفونس فيكس اش بي، اذا نضيفوا هذا الاشتراك، الاشتراك الثابته، اذا الاتوات الثابته للاشتراك هذه هي لابونمون، اذا نضيفوها زائد 164.16.
اذا هادو هما يعني نخلصوا عليهم 9%. اذا نظروا كنشوفوا هل نلقاو يعني لا سوم تاع 9% اللي جمعناهم كامل. اذا هادو كامل نضربهم فوا 0.09 اللي هي 9%، اذا نلقاو 138.98، يعني تقريبا 0.99 هما يديروا. اذا يديروا كما راكم تشوفوا، اذا لقينا 138.99 كما راكم تشوفوا لهنا. اذا لا تي في تاع 9%. اذا فيما يخص 9% نحسبوا الشطر الاول والشطر الثاني في الكهرباء، نضيفوا الشطر الاول والشطر الثاني في الغاز، ونضيفوا لابونمون تاعنا نضربوهم فوا 0.09، هذه هي يحسبوه لنا يعني 9%. اذا نروحوا الان تاع 19%، واش يحسبونا 19%. اذا هذا المبلغ كيفاش لقيناه؟ دروك نشوفوا كيفاش لقاو يعني 216 هذه، يعني تاع المبلغ تاع 19%. اذا اول شيء كما راكم تشوفوه، اذا قلنا الباقي في الكهرباء يعني اللي بقانا في لا تروازيام لا كاتريام ترونش، حنا ما دخلناش في لا كاتريام ترونش، اذا حبسنا في لا تروازيام ترونش، فبالتالي هما كتبوا لهنا 726. اذا لو كان نضربوا 151 نضربوهم على 4، يعني هذا المبلغ 4.81 عشرين، نلقاو 726.62 61 عفوا كما راكم تشوفوا لهنا. وايضا في الغاز كيف كيف جمعوا هذا يعني المبلغ تاع لا تروازيام ترونش، يعني كميه تاع لي كيلواتور عفوا هنا لي تيرمي، ضربوهم على 0.40 لقاو 414. اذا نضيفوا هذا المبلغ ل 414، يعني نضيفوا المبلغ تاع الكهرباء. اذا احنا الان لقينا كيفاش يحسبوا المونطون تاع 19%. اذا لهنا كما راه مكتوب لهنا المبلغ 19%، اذا نضيفوا لهنا ايضا تاع 19% تاع الغاز، يعني الباقي. اذا حسبنا لا بروميير لا دوزيام في الكهرباء، حسبنا لا بروميير لا دوزيام في الغاز، الباقيه يعني نحسبوهم 19%. اذا نضيفوا 414 عفوا راح لي، اذا 726.61 نضيفوا 414.37 اللي هما هادو، يعني هذه 720 414 نلقاو شحال لقينا. اذا لقينا 114000 لهنا كما راكم تشوفوا. اذا 114000 هادو نضربوهم على 0.19 اللي هما 19%، اذا نلقاو 216.87 كما راكم تشوفوا لهنا. اذا 78 عفوا هما ايضا مكتوب لهنا 216.79 لهنا ايضا لقيناه بتقريب. اذا المبلغ تاع لا تي في بالكامل يعني اللي هو هذا 35500، اذا نضيفوا 9% تاع 9%، اذا بلس 138.99 نلقاو 355.78 المبلغ تاعنا. اذا الى هذا لقد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، اتمنى انني وفقت في شرح. اذا لديكم اي سؤال كتبونا في الكومنتار، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى الحلقه القادمه ان شاء الله.